الفنان وائل زيدان، اهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشيا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. لما بنسمع وائل زيدان يعني الروح المرحه، خفه الدم، الكوميديا، شو سر الكوميديا يلي اخذ جزء الاكبر بشخصيه وائل زيدان؟ هلا شو السر؟ هي من عند الله مثل ما بيقولوا. يعني الآلي بيك جاي. بس بالاعمال التلفزيونيه انا عاده ميال للاعمال الكوميديه اكثر، يعني ما بعرف اذا بتقبلون العالم، يعني ما بعرف احكي عن حالي، يعني للاسف يعني اقعد يعني مثل ما بيقولوا امدح حالي، حط حالي بمكان معين. بس بالنسبه لي الاعمال التلفزيونيه عاده الكوميديه هي اقرب الي، يعني اقرب لقلبي. شفنا حضرتك بهالموسم بمسلسل حوازيق وجوقة عزيزة، شو رأيك بالانتقادات يلي طالت العمل؟ هلا ما في عمل ما بينتقدوه، خاصة عنا يعني ما شاء الله بسوريا كتير يعني النقاد كتير. لا طبعا العمل بصراحة يعني تحديدا بدك تحددي لي انه انه جوقة عزيزة وحوازيق. هذا جوقة عزيزة أنا حكيت بأكثر من مرة بتصريح صحفي أنه يمكن ما كان وقته ينعرض برمضان، توقيته كان شوي كان في شوي بعتقد، كمان القصة كان شوي يعني يمكن كان فيها شوية هيك سرد، مجموعة كبيرة من الممثلين ما تركزوا ب هلا. بس بصراحه يعني بنفس الوقت اني حكموا عليه يعني مبكرا، يعني انا من خلال اول 3 ايام عرض بجوقة عزيزة انا كنت عم شوف كم هائل من الانتقادات، فكان في هيك شوي علي اشحاف زياده، وكانت عم يحكوا انه نسريين هي اللي يمكن ما تقبلوا، وكمان انا تعتبر انا بالنسبه لي حطوها بمكان ظلمت فيه، يعني ما بعرف شو يلي هي يلي ما عجبون، يعني انه يعني كل ممثل عنده دور بيأدي، شلون بيأدي ما بعرف، اني تقبل الجمهور بالنسبه لهذا الدور شلون كان ما بعرف، في كان شويه اشكال عليه جماهيريا. انا بالنسبه لي ما كان يعني ما كان عندي مشكلة فيه لجوقة عزيزي، سوء عرضه توقيته بعتقد كان في مشكلة. مسلسل حوازيق يلي كمان تلقى انتقادات كتير. حوازيق ايه شوي يمكن الورق كان شوي ضعيف، بصراحة كان الورق شوي ضعيف، كان ممكن يصير احسن من هيك. كيف عم بتشوف واقع الدراما السورية حاليا؟ هلا بالوقت الحالي وضع الدراما السورية فأنا هديك السنة يعني حركة عجلة الدراما كانت أفضل بسنين الباقي، هو عادة نحن بصراحة يعني وضع الدراما السورية صار بدنا دعم بشكل عام، يعني ولادة شركات إنتاج جديدة، بدنا نطور نرفع من سوية الدراما، وصلنا لمرحلة فيها من الاستسهال كتير. أنا بحكيها بصراحة، صار في استسهال بالإخراج، صار في استسهال بالنصوص، وصار فيها استسهال حتى بالممثلين بصراحة. نترحم على هديك الأيام بصراحة اللي كنا. شو شروطك لقبول الدور؟ شروطي هلا والله شروطي انا بحب هيك هلا الدور بقرا بفرغه، اذا بشوف حالي فيه انا وائل زيدان سوري اذا بحسن اعمل شيء فهذا الدور بنتمي الي بيكون وقتها، بس اذا ما بلاقي حالي بالدور برفضه بصراحه. يعني لازم يكون انا احس حالي انا وائل زيدان بهذا الدور، الي شيء بدي اعمل شيء، بدي اضيف شيء لهذا الدور بعمله، اكثر من هيك ممكن يكون في شويه مجامله جامل حدا اني اشتغل هذا الدور. هل ممكن تختار عمل او دور ما انك مقتنع فيه لهدف مادي؟ لا اذا ما عامل لي شيء الي شخصي ما رح اسوي،
هلا ممكن حدا يستعين فيني كأصدقاء مثلا، بدنا اياك مثلا، انا ما بيهمني الكم، انه بدنا 10 مشاهد، بدنا اياك كذا، بدنا كذا، بس انا هدول فعلا هدول يكونوا ال10 مشاهد اني فعالين، في حتوته، في حكايه، بحسن اعمل شيء، وافق عليهم. انا الكم بالنهايه ما بيهمني بقدر ما هي المحور، القصه وين دوري، وين رايح. حضرتك من عائله فنيه كبيره، هل عندك مشكله بدخول اولادك للوسط الفني؟ لا والله ما عندي، بس هن لا ما عندي، لما بيكون خياره انه حابب يفوت بالوسط الفني ما عندي، بس هن يعني هلا الله يسلمها ساره عم تدرس حقوق، عندي غالب هلا بده يقدم على المعهد العالي للسينما، فكل واحد وميوله، هي خياره الشخصي، هو بيتحمل مستقبله. يعني نحن مثل ما بيقولوا الاب بوصلنا للمرفأ، وإني بشوفوا حياتهم. خلي لك ياهم يا رب. هل برأيك أنت أخذ حقك بالوسط الفني أم تعتبر حالك مظلوم؟ أعتبر حالي، لا والله لسه ما أخذ حقي، يعني في شيء هيك حابب، لا ما بعتبر حالي لسه أخذت حقي. شو الدور يلي عبالك تشتغله وما اشتغلته؟ والله أنا ما عندي ولا يعني مو ببالي ولا شخصية، إني بالي جسد أي شخصية ببالي. هلا بالنهاية شوفي الدور يعتمد على أدوات الممثل بشكل عام، يعني هو اللي بيقدم حاله بشكل صح. ما بستنى فرصة بصراحة، بستنى شلون، ما بستنى الفرصة، لا شلون بدي لك، روح العب على الفرصة، يعني إنه أنا اسعى، بدها تجي الفرصة بدها تجي. وين شايف المخرج هو بحد ذاته، وين شايف وائل زيدان، ممكن أعطيه هي الفرصة أنا ليقدر يعمل لي هذا الدور. بس بشكل عام يعني لسه ما أخذ حقي، أنا هيك بعتبر حالي ما بعرف يعني، وبستنى الفرصة إن شاء الله.